مساء الخير. منخفض جوي ذات فعالية متوسطة عم بيسيطر على أجواءنا، بيحمل معه أمطار وثلوج، بيستمر حتى نهاية الأسبوع، حيس بينحسر تدريجياً للتنين. إذن جونا لبكرة غائم وماطر، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من الشمال، وعكار عم بتسجل 15 درجة، طرابلس 16، العاصمة بيروت 17 درجة، وصور 18. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 9 درجات، اللقلوق 6 درجات، زحل 11، وجزي 13 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا مرتفعة وبتوصل لل 85%، الريح السطحية بتتراوح سرعتها بين 30 وبتكون ناشطة ببعض الأحيان لتوصل لل 45 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. إذا شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للخميس جونا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، بتتساقط أمطار وثلوج متفرقة مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار، لتعود وتشتد غزارة الأمطار والثلوج خلال الليل مع رياح ناشطة، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 17 درجة. للجمعة السبت والأحد جونا غائم إجمالا، ماطر ومثلج مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية لتسجل 16 درجة للجمعة والسبت والأحد. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.